انا اسمي ريماس احمد، انا ثالثه ثانوي. المفروض ان انا طالعه امتحان الجيولوجيا والاحياء مش شايله اكتر من 3 درجات، جايبه النص بالعافيه، وكمان شايله مواد. يعني ده معناه ايه؟ انتوا بتصفوا مننا تودونا كلنا في داهيه، واهلينا اللي تابوا والفلوس اللي اتصرفت والسنين، وكمان في الاخر عيد سنه تاني. انا مش عارفه نعمل ايه، يعني حرام. يعني قول للوزير التربيه والتعليم حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم مني، مش هنقول اكتر من كده. جايب 98.1، العربي منقصوا 5 درجات، العربي بس لوحده 5 درجات. ليه؟ ده حرام وظلم، ظلموهم حسبي الله ونعم الوكيل. انا بنتي حله كويس وشاطره، ودفعتها كلها كويسه جدا 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 جدا، ماشي، منزلنا في الفيزياء وجايبه مجموع وحش جدا جدا جدا. وبقول لوزير التربيه والتعليم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وزير يا تربيه وتعليم، انت ورئيس الجمهوريه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انتوا الاثنين، مش هو لازم من كده. توقع التظلم هيجيب نتيجه؟ هيضحكوا علينا، دفعونا فلوس وبيضحكوا علينا، بيلموا فلوس لحسابهم وبيضحكوا علينا، وده اللي واثقين فيه. بس احنا بنعمل عشان عيالنا يبقوا مرضين عننا بس، وربنا حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا حاسبهم حاسبنا ان شاء الله. ابدا حضرتك، انا جاي اعمل تظلم لبنتي، لان بنتي كانت مطحونه في ماده التاريخ، وبعدين فوجئت بيها ان هي دوبك جايبه درجه، يا دوبك درجه النجاح، يعني حاجه صعبه، حاجه لا يرثى لها. يعني طفح دم طول السنه في الثانويه العامه، ومدرسين وحافظين من الصفحه للصفحه، في الاخر نتفاجئ ان الامتحانات محوره بطريقه غبيه. البنات نفسهم بقى خرجوا من الامتحان، يعني يوميها اللي يغمى عليها، واللي اتنقلت على المستشفى، وحاجه صعبه مش عارفين في ايه بالظبط. ها يعني الثانويه العامه كده عايزين مننا ايه؟ نلغيها ولا نندم ان احنا دخلنا عيالنا فيها، ولا نعمل ايه بالظبط؟ ناقصني 8 درجات ونص في الكيمستري، وناقصني 7 درجات ونص في الجيولوجيا، وانا كنت مراجعه المادتين دول بعد ما خلصت الامتحان، وكنت متاكده ان انا هنقص مثلا درجتين او 3 درجات بالكثير قوي. تفتكر هتاخد الدرجات؟ لا ما افتكرش، أصل أنا اتصدمت كتير قوي في البلد دي السنة دي، فأنا متوقعة كل حاجة سيئة بتحصل، فأنا خلاص يعني أنا بس بعمل اللي عليا مش أكتر. يعني كلمة الوزير ده بيقطع استقيل. وأنت متوقع إن أنت تاخد حاجة على الوزير؟ قالوا مش متوقع أخد حاجة، عشان كله هيخاف أصلا، يعني حتى لو لها درجات مش هيدوها لنا، عشان الوزير قايل في الحوار بتاعه اللي قاله، قال لك الاستاذ اللي هيبقى غلطان في حاجه هيتخصم، يعني هيتجازى وممكن يتحبس فيه، فكده كده اوريدي مش هيدوا لاي حد درجات ولا هيرجعوا لاي حد درجات. وجه كلمه لوزير التربيه والتعليم، ينظر للناس الغلابه بعين رحمه شويه، ينظر للناس الغلابه بعين رحمه شويه، عشان الناس تعبانه جدا جدا، ماديات تعبانه.